اسمها ايه المجموعه دي؟ الناس اللي بره يا جماعه انا مش عارف اليوم اخش على طول يا جماعه. النهارده مفيش اسئله، النهارده مفيش اسئله، هسمع على طول. انا في بقى في سناي الكورتيكال كاتراك، يلا يلا خش يلا. اتكلمنا عن السينايل كاترك، وقلنا السينايل كاترك في حاجتين كبار. في سينايل كاترك بيجي هنا هنا اهو في منطقة الكورتيك، ده اللي هنتكلم عليه النهارده، اللي اسمه ايه؟ سينايل كورتيكال كاترك. وبعد ما نخلصه هنتكلم برضو عن السينايل كاترك اللي بيجي في النص، اللي بيجي فين؟ في النيوكل. تعالى نبتدي من الكورتيكال كاترك، النهارده ناخد السينايل كورتيكال كاترك. اتفقنا الحصة اللي فاتت ان السينايل كورتيكال كاترك يبتدي كالآتي، تلاقي لين في حتة كاترك بسيطة كده. لما الكاترك تكون لسه بادئ بنسميه اما بيور كاترك. طب لما الكاترك يقعد يزيد 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 لحد ما يحتل اللينس كلها بنسميه ايه؟ ماتيور كاترك. تعالى ناخد اول ستيج اللي بنسميها ام ماتيور ستيج. بقول لحضراتكم ما هو الديفينيشن اوف ام ماتيور ستيج؟ يا ترى اللينز توتالي اوبيك ولا بارشالي اوبيك؟ في الانفيوز بارشالي اوبيك. الاول حاجه ده لينز بارشالي اوبيك. البدايه ازاي؟ بدايه الكاترك بنسميه البيجيننج كاترك او بنسميه الانسيديانت كاترك. الحقيقه انا عندي اكثر من بدايه، يعني ممكن الكاترك يبتدي كده سيكتورز اوف اوباسيتس، مثلث كده سيكتور اوف اوباسيتس في منطقه الايه؟ في منطقه البريفري اوف ذا لينز كده. ده منظره في الكاب سيكتور. طيب لو بصينا على اللينز من قدام بنلاقي السيكتور اللي فوق بس عامله كده اهي، المثلثات اهي مش هكملها بقى، يعني ايه زي المنظر اللي قدامكم ده. لو بتبص بعين العيان لقيت الكاترك لسه بادئ بهذا المنظر، ده بنسميه انسيبيانت كاترك او بيجيننج كاترك، او من شكله بنسميه ايه؟ عباره عن سيكتورز اوف كاترك، فبنسميه سيكتوريال كاترك. ده النص الكومن. ساعات الكاترك ده يبتدي باشكال اخرى غير ده، بس ده اللي انا هقوله بعد كده غير. بعد الكاترك يبتدي عباره عن شيك اوف اوباسيتي في منطقه البوستيريور كورتكس، او في منطقه البوستيريور كورتكس كده. خلاص؟ وساعات يبتدي شويه نقط كده حوالين الايه؟ حوالين النيوكليس. يبقى البدايه عندي بدايه واحد او بدايه اثنين او بدايه ثلاثه. البيجيننج كاترك او الانسيبيانت كاترك له ثلاث اشكال. اول شكل اسمه ايه؟ ده هو اسمه ايه ده؟ عباره عن سيكتور، فبنسميه يا جماعه سيكتوريال كاترك. لو طلبت بقى اوصف لي السيكتوريال كاترك عباره عن سيكتور اوباستس او تراينجل. انا هقول لك على حاجه ممكن تيجي ام سي كيو. يا ترى التراينجل اللي قدامكم ده الايبكس ناحيه ايه؟ ناحيه السنتر، والبيز ناحيه البريفري. يعني بص كده انا لازم اهو شايف ايه؟ الايبكس ناحيه السنتر. مين يطلع لي الغلطه في الرسم؟ المثلث ايه؟ المثلث معكوس. على فكره الكاترك الاولين ده له اسمين، اسمه فيكتوريال كاترك او له اسم ثاني يا جماعه اسمه كيوني فورم كاترك. كيوني فورم يعني شبه المسامير. كويس؟ اهو الكاترك عباره عن ايه؟ عباره عن مسامير كده في الايه؟ في البريس، شبه المسامير. خلاص؟ طب الكاترك اللي تحت ده كده من مكانه نسميه ايه؟ رقم اثنين نسميه بوستيريور سب كابسولار كاترك، يعني ورد. خلاص؟ مين يوصف لي البوستيريور سب كابسولار كاترك؟ عباره عن شيت اوف اوباسيتي فين؟ البوستيريور كورتك. تتوقعوا الشيت ياثر على الفيجن اكثر ولا اقل من لو كانت قدامي؟ كاترك ده اكثر واحد ياثر على الفيجن لانه مور بوستيريور. قلنا كل ما الكاترك يبقى خلفي كل ما ياثر على الايه؟ على الفيجن. ليه؟ لانه قريب من النقطه اللي هنقعد اسمها النودال بوينت. الكاترك ده يا جماعه شبه لو طلعناه بره كده هتلاقي الكاترك عامل كده. عامل شبه البوتقه. بس يا جماعه فبنسميه كوبلي فورم. كوبل يعني بوثقه. يبقى الاولاني ده اسمه كيوني فورم، اللي تحت ده اسمه ايه؟ اللي شبه البوثقه كوبلي فورم كاترك. ده شبه المسامير وده شبه البوثقه فبنسميه كوبلي فورم، والاولاني كيوني فورم. وممكن الكاترك يبتدي عباره عن نقط حوالين النيوكليوس فبنسميه بيري نيوكليوس، لانه حوالين النيوكليوس بيري نيوكليوس. ولقيت عباره عن نقط ممكن اسميه ايه؟ بالكيتيت كاترك. سواء ده او ده او ده، الثلاث دول هما الايه؟ البيجيننج كاترك او الانسيبيانت كاترك او البدايه. اي كاترك من دول هيقعد يزيد. طب وبعدين؟ يقعد الكاترك يزيد بهذا الشكل اهو،
ما يحتل اللينز كلها. واضح من الرسمه ان في جزء لسه لم يتاثر. وش بارت اللي هو لسه لما يتاثر بالكاتر الحته ايه؟ هتلاقي الحته دي فيها انتيجر اسمه ايه؟ سب كابسولار انتيجر. بيقول لك ذا لاست بارت تو بي اكسبتد، اخر حته بتتاثر هو الانتيرير سب كابسولار ليس فايبر. ممكن تيجي في كده سألكوا سؤال، المنظر اللي قدامكم ده يا جماعه اللي انا رسمه ده اما كيور ولا ماتيور؟ احنا برضه لسه اما كيور عشان لسه في حته ايه سليمه. خلاص يبقى ذا لاست بارت تو بي افكتد ان ذا لينز، اخر حته تتاثر في اللينز هي السب كابسولار لينز فايبر. حد يسالكوا بقى سؤال ثاني، لما السب كابسولار لينز فايبر هم كمان يحصل فيهم كاتر؟ خلاص بقى دخلنا على الايه؟ دخلنا على الماتيور. متوقع يا جماعه العيان ده عنده كاتركت والكاتركت عمال يزيد، عنده كاتركت والكاتركت عمال يزيد. بص بقى انا همسح الاثنين تحت لون، غالبا الكاتركت بيبتدي سيكتم وبعدين يزيد واخر بارت يبقى افكتد هنا. ها هو الانتيرو سبكابسولار ليس فايبر ده المست كومن. ها هو الانتيرو سبكابسولار ليس فايبر ده المست كومن. تتوقعوا العيان ده يفتكر ايه يا دكتور؟ كل ما الكاتركت بيزيد في عينيا كل ما بيحصل لي ايه؟ ديمينيوشن اوف فيجن. يبقى رقم واحد عندي جراديوال فريمليس ديمينيوشن اوف فيجن. نظري بيوجعني بس على فكره يوسف مفيش حاجه، يعني نظري بيقل بس على فكره مفيش وجع. الديمينيوشن اوف فيجن هير از بيندنج. عشان يعني افهمكم الموضوع، لو انا عندي كورنيال الترا بيبقى عنده ديمينيوشن اوف فيجن بس ايه؟ بينفول. هنا الديمينيوشن اوف فيجن از بيندنج. ايه السبب؟ رقم واحد عندي مين عماله تزيد؟ الاوباستي. رقم اثنين العيان ده هيجي له فايبر متروبيا يعني بعد نظر. عارفين الميوبيا والهايبر متروبيا والاسفلت الحاجات دي هناخدها. لو واحد نورمال يا جماعه الاشعه بتاعته بتتجمع فين؟ على الريتنا. طب لو واحد هايبر متروب بيقول لك العدسه بتاعته تبقى ضعيفه، العدسه تبقى ضعيفه قوتها قليله، فبتجمع الاشعه بوستيريور ورا الايه؟ ورا الريتنا. عندما تتجمع الاشعه خلف الريتنا دي حاجه بنسميها ايه؟ هايبر متروبيا. بيقول لك الكاتركت بتاعنا الكاتركت بتاعنا الكاتركت ده بيخلي اللينس ضعيفه، الكاتركت بيقلل الباور اوف ذا لينس. تتوقع لما الكاتركت يقلل الباور اوف ذا لينس يحصل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ هايبرمتروبي. ازاي؟ ليه الكاتركت بيقلل الباور اوف ذا لينس؟ هنشرح حاجه بره كده. بيقول لك ان العدسه بتاعت ربنا دي ثلاث عدسات جوه بعض، دي الكورتكس اللي قدام ودي الكورتكس اللي ايه؟ اللي ورا، ودي مين؟ النيوكلس. عدسه قوتها 24، الكورتكس دي عدسه قوتها ناقص 4 ودي عدسه قوتها ناقص 4. فدي قوتها بلس 24 ماشي، ازاي دي عدسه ماينس؟ اسالكوا سؤال، لو عندك عدسه الاسيرتس ده بلس 1 والاسيرتس ده بلس 1 يبقى العدسه دي قوتها كام؟ بلس 2. طب لو عندك عدسه من هنا كده بلين ومن هنا كده بلس 2 يبقى العدسه دي قوتها كام؟ 0. وبلس 2 يبقى قوتها كام؟ بلس 2. طب بصوا كده، لو عندك عدسه من هنا بلس 1 ومن هنا ناقص 5، ما هو ده ناقص، يبقى العدسه دي قوتها كام؟ ناقص 4. يعني العدسه اللي قدامك اللي شبه الهلال دي عدسه ناقص 4 ايه؟ طب ما انا عندي عدسه من هنا اهو هي الانتيريور كورتكس، وعدسه من هنا اهو اللي هو الايه؟ بوستيريور كورتكس. ده نورمال لينس. مجموعه يبقى كام يا جماعه؟ بلس كام؟ اجمع 24 ناقص 8 بلس 16 صح؟ الكاتركت هيحصل فين؟ فين؟ الكاتركت انا برسمه بالاحمر ده بيحصل فين؟ في الكورتكس. بيقول لك ان الكاتركت بيزود معامل انكسار الكورتكس، الكاتركت اللي بيحصل في الكورتكس بيزود معامل انكسار الكورتكس، فلما هي ناقص 4 مثلا تبقى ناقص 10 ودي مثلا تبقى ناقص 10، المجموع الجديد يبقى كام؟ بدل ما هي 16 المجموع يبقى كام؟ 4. واضح ان قوة العدسة حصل لها ايه؟ قلت. فبيحصل هايبر متروبيا. هسألك سؤال، الهايبر متروبيا اللي حصلت هنا سببها لخبطة في الايه؟ في معامل الانكسار تحصل. فبنسميها طالما الهايبر متروبيا سببها لخبطة في معامل الانكسار فبنسميها اندكس هايبر متروبيا. تاني الكاتركت هيحصل فين؟ احنا بنتكلم في انهي كاتركت؟ الكورتكس. الكاتركت اللي بيحصل في العدسة الكورتكس ناقص 4 وناقص 4 بيزود معامل الانكسار، فبيخليها بدل ما هي ناقص 4 تبقى ناقص كام؟ ناقص 10 على سبيل المثال. خلاص؟ فبدل ما قوة المجموع بقى 16 بقى المجموع كام؟ 4. إذا العكسة بقت أضعف، إذا هيحصل هايبر متروبيا سببها تغير في معامل انكسار العدسة فبنسميها اندكس هايبر متروبيا.
قال لكم خلاصة قوة العدسة هتقل عشان مين زاد ريفراكتيف اندكس وقت قصة كورتكس بس كده قوة العدسة هتقل عشان هيزيد الريفراكتيف اندكس قصة كورتكس. دلوقتي يا جماعة ده في عندي حتة قوتها نورمال حتة دي قوتها اختلفت بسبب وجود الايه الكاتراك صح قول لك ان الكاتراك بيلخبط الايه ريفراكتيف اندكس اي لخبطة في قوة العين ده بنسميه ان شاء الله الارض قدام بنسميه استجماتيزم. العيان ده هيجيله استجماتيزم وبرضه الاستجماتيزم طبعا هيأثر على الفيجن. يبقى عرفنا الفيجن هيتأثر ليه فالسؤال حضرتك ايه سبب الاستجماتيزم هنا؟ الكاتراك بيعمل ايه في الريفراكشن ومش اي الحته دي نورمال الحته دي ايه اتغيرت بيحصل الريجولاريتي في الريفراكشن. الريجولاريتي اوف ريفراكشن هي دي بالظبط اللي بنسميها ايه استجماتيزم. يبقى اول شكوى العيان يا دكتور انا نظري بيقل. ثاني حاجه يا دكتور انا شايف دبانه سودا قدامي فيكسد ماسكر شايف دبانه سودا ايوه طب الدبانه دي بتتحرك ولا ثابته؟ يقول لك لا ثابته ذبابه ثابته عباره عن فيكسد ماسكر. يقول لك اي اوباسيتي في اللينز وعلى فكره اي اوباسيتي في الكورني كمان بالمره يعني الاوباسيتي دي بتعمل ظل على الحته اللي هي من الريتنا مش هيوصلها ايه فيصلها ضوء. الأوباسيتي بتعمل ظل على الريتنا. حضرتك شوف ايه؟ شوف دبانة كويس. الدبانة دي ثابتة على فكرة. الذبابة الثابتة لازم نفرقها من الذبابة المتحركة. الذبابة الثابتة اسمها فيكسد ماسكا لكن في حاجة تانية اسمها ماسكا فوليتانت الذبابة المتحركة. يبقى سبب كلامها أوباسيتي في الريتنا. لو في أوباسيتي في الريتنا بتعمل لي ذبابة متحركة ليه؟ عشان هو مثبت دماغي كده زمان الريتنا بتعمل كده بيتحرك لأن الريتنا ده ايه؟ ده جل. يبقى اوباسيتي بالفترة تعمل ايه؟ ماسكار فوليتنس. لكن اوباسيتي بالكورنيا او اوباسيتي باللينس تعمل ايه؟ فيكسد ماسكار. خلاص انا كده خلصت كل الذبابات اللي في المنهج. يبقى ان شاء الله نيجي ناخد الفترة اقول لك ان في اوباسيتي في الفترة هيتكون فيكسد ماسكار صح ولا غلط؟ هيتكون ايه؟ ماسكار فوليتنس. يبقى ثاني شكوى العيان يا دكتور انا شايف تتبلق قصادي رقم ثلاثة الشكوى اللي بعد كده يا دكتور انا بشوف الحاجات اثنين وساعات بشوفها ثلاثة وساعات بشوفها اكثر. يعني دكتور انا ساعات بشوف ديبلوبيا الدكتور انا ساعات بشوف بولي اوبيا يعني بشوف اكتر من اثنين كمان. ايه السبب؟ برضه الكاتراك هو السبب. لو مفيش كاتراك المفروض يا جماعه الاشعه تتجمع كده وتعمل لك مثلا صوره للشخص ايه. طيب الحته دي لما كان يجي عندي عليها الضوء المفروض كل الضوء يتجمع في نفس النقطه. طب الحته دي دلوقتي بقى فيها كاتراك لما الضوء يقع هنا هيقابل حته مختلفه في الريفراكتيف اند المفروض الضوء يتجمع كده اهو ويجي معانا. طب الحته دي قوتها زادت عن الاول لان فيها ايه كسر ومن الاشعه اتكسر قوي فتلاقي هنا في صوره جديده. شفت الحاجه كام دلوقتي؟ اثنين. طيب لو في هنا كسر هنا المفروض ده كان بيجمع معانا هنا قوته زادت وبيجمع بعيد تلاقي كام صوره دلوقتي؟ ثلاثه. يبقى ايه سبب الديبلوبيا؟ تشينج في ايه لو انت شاطر؟ ها تشينج في الحته دي معامل انكسار اختلف والحته دي معامل انكسار اختلف. يبقى تشينج في الريفراكتيف ايه؟ لو شاف اتنين ديبلوبيا شاف ثلاثة او اكتر يبقى سميها ايه بولي اوبيا. وانا بقى واقفة الديبلوبيا هنا يبني نوعها ايه نوعها ايه لها نوع اسمها يوني اوكولر ديبلوبيا مش باينوكولر. يعني ايه يوني اوكولر ديبلوبيا ويعني ايه باينوكولر ديبلوبيا؟ هو مليكم الكلام ده في كلام كده هقوله وهما ليقوله. بصوا دلوقتي العين دي مفيهاش فيها كده والعين دي فيها ايه بيشوف حاجة اتنين او ثلاثة اهو. ايه رأيكم لو انا بصيت النورمال اي ده ديبلوبيا ولا ديسابير ولا ستيل بريزنت؟ لو انا بصيت العين دي ديبلوبيا اختفت ستيل بريزنت يبقى الديبلوبيا دي بتبان حتى في كام عين؟ عين واحد. فبنسميها ايه؟ يوني اوكولار ديبلوبيا. بحس كده كلمتين عن يوني اوكولار ديبلوبيا. يوني اوكولار ديبلوبيا ابيرز ايفن اف ذا نورمال اي از كفرد. حتى لو العين النورمال اتغطت الديبلوبيا ستيل موجوده في كام عين؟ عين واحده. فبنسميها يوني اوكولار ديبلوبيا. دي ديبلوبيا بقى مختلفه بنكتب ايه؟ اليوني اوكولار ديبلوبيا. ايه الديفينيشن بتاعها؟ الديبلوبيا اللي اسمها يوني اوكولار ديبلوبيا ابير موجوده ايفن حتى لو ذا نورمال اي از كفر صح كلام؟ طب بص على الديبلوبيا دي حاجه كده بره الموضوع. بصوا لما عيان يحصل له حول يا جماعه المفروض انت لما تبص على شخص قدامك كده عينيك اللي تاني بصوا على الشخص يعني عيني تبص على الشخص كده والاشعه والصوره هذه على ايه؟ على الفوبيا. طب لو عيني محوله كده المفروض العين دي هي كمان تبص على ايه؟ على الشخص. بقت صورة الشخص هنا تقع فين؟ خارج الفوبيا. نتيجة الحول بقت في صورة على الفوبيا وفي صورة خارج الفوبيا. تتوقع المخ يعرف يجمع صورتين دول؟ تبتدي المخ يجيله ايه؟
ديبلوبيا. ما يعرفش جمع استثناء رأس يجي لك ديبلوبيا. بس الديبلوبيا بتاعت الحول من النوع البرينوكل مش من النوع اليونيوكل. ليه؟ ايه رأيكم؟ لو انا غطيت العين دي بقيت لي صورة واحدة ديبلوبيا ايه؟ راح. طب انا غطيت العين دي في صورة واحدة ديبلوبيا راح. يبقى الديبلوبيا ده هي ما تظهرش غير لما العين يغص بكمعين بالاثنين. فبنسميها ايه؟ binocular diplopia. نكتب ما هو definition of binocular diplopia. يبقى binocular diplopia it appears if a if one eye is covered. لو غطينا عين الديبلوبيا تروح. يعني الديبلوبيا ما تظهرش غير بكام عين بالاثنين. فبنسميها binocular diplopia. اكتب انت بقى مثال للبينوكلر ديبلوبيا. مثال للبينوكلر ديبلوبيا لسكوين كده. لسكوين سامين كده ولا ايه؟ فلو تمام؟ هدول تمام؟ تاني؟ حرب؟ البينوكلر العيان ده عينيه محولة البرد خلاص؟ طب لما نرص على صورة الشخص في العين النورمال بتقع فين؟ الفوبيا في العين المحولة بتقع فين؟ اكسترا فوبيا. المخ يعرف يجمع صورتين صورة على الفوبيا وصورة خارج الفوبيا. لا نشوف ايه؟ اثنين. ايه رأيك لو انت غطيت دي؟ الدبلوبيا ايه؟ هتروح. طب لو غطيت دي؟ الدبلوبيا هتروح. يعني الدبلوبيا ما تظهرش غير لما عيني يبص بكام عين؟ بالاثنين. فبنسميها ايه؟ باينوكلر ديستروبيا. ايه الشكوى اللي بعد كده؟ مش عايز تشوف. العيان ده يقول لك يا دكتور انا ما بشوفش بالليل نايت بلايند. اشمعنى؟ بص بقى روتين برضه بيكتبوه على جنب كده. اي بريفرال اوباستي تعمل نايت بلايند. اي سنترال اوباستي تعمل داي بلايند. ده روتين كده. اي بريفرال اوباستي تعمل نايت بلايند. اي سنترال اوباستي تعمل داي بلايند. بما ان الاوباستي هنا بريفرال الاوباستي بتبتدي بريفرال ولا سنترال لو نفتكر؟ سيكتور بتتلف فين؟ فين؟ البريفري. هو انت بالليل المفروض ايه اللي يحصل لك؟ المفروض البيور ليه؟ يتوسع بالليل صح يا جماعه؟ ليه؟ عشان انا عايز الضوء المفروض يعني يعدي من هنا ويوصل للبريفرال بارت اوف ذا ريتنا. عارف البريفرال بارت اوف ذا ريتنا ده والبريفرال بارت اوف ذا ريتنا ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن النايت فيجن. بما ان الاوباستي از بريفرال هتمنع الاشعه انها تعدي وتوصل لانهي بارت من الريتنا؟ البريفرال بارت. خلاص؟ فيجي لنا نايت بلايند. ايه رايكم بقى؟ لو الاشعه لو الكاتراك هنا سنترال كده الأشعة تعدي وتعدي. ما عندك مشكلة امتى؟ بالليل. ما عنده مشكلة بالنهار بس. خلاص ان شاء الله لما نيجي ناخد النيوكليار كاتراك هقول لك عنده ايه بقى؟ داي بلايند. يبقى النهارده فيه نايت بلايند. اخر حاجة بشتكي منها العيان يقول انا ببص بالالوان او ببص بالنور الاقي فيه هالات ملونة. كولرز هالون اراوند ذا لايت. الوان. ايه السبب؟ السبب الكاتراك. حتة الكاتراك دي اشتغل زي البريزم لها بريزماتيك افكت. فالضوء لما يقع على حته الكاتراكت دي ممكن الضوء يتحلل لالوان الصيف. الوان الصيف تقع على ايه؟ على الشبكيه. يعني هيشوف احمر اخضر ازرق يشوف ايه؟ الوان. لو نفتكر كده كان مع الكاتراكت بيتكون هنا بولي بيبتايد صح؟ مثلثات البولي بيبتايد الاوسمولاريتي بتاعتها عاليه تشفط ايه جوه العدسه؟ ميه. تلاقي دروبلتس اوف ووتر. برضه الدروبلت اوف ووتر دي بيشتغل زي الايه؟ زي البريزم. في حاجتين لهم بريزماتيك افكت انسايد ذا كاتراكت فلينس. ايه؟ السيكتوريال اوباسيتي اوف ذا كاتراكت اند ذا دروبلت اوف ووتر. كانت منين نقط الميه؟ البولي بيبتايد بتاعت الكاتراكت شبكت الايه؟ الميه. قام العيان يشوف الوان عشان ما ننساهمش بقى. هاله العنشه ماسكه الجردل والتبن. هاله العنشه ماسكه الجردل والتبن. هاله تبقى ايه؟ كات هالوز عمشة. العمشة مش الطبشة. في مرة كده تكتك الطبشة النهار ده. العمشة تبقى ايه؟ نايت بلايند. ماسكة تبقى ايه؟ ماسكة الجردل. جرادوال ديميوشن اوف فيجن. والدبلة دبلوم. خلاص؟ هي العمشة ماسكة الجردل. عارفين النيوكليار كاتراكت هيشتكي من ايه؟ تكتك الطبشة برضه ايه؟ ماسكة الجردل. على فكرة انتوا بقى هتقولوا فاين. المفروض احنا قلنا اي اكزامينيشن في الكاتراك له قيمة صح؟ اي اكزامينيشن في الكاتراك له قيمة. هنعمل اوبجيك اليومنيشن وريد ريفليكس والتنس. اوبجيك اليومنيشن كان معلومة.
أربعة لمس الأنتير شامبر الكابسول الأيدي الشادو طبعا من السيتو بعد إذن لسه بدينهم بايلح صح؟ عشان قلنا ده الأخر حاجة قلنا كل ذات تعالي نعمل فليب حاط اللينز لما بصيت يا جماعة على اللينز هنلاقي اللينز توتالي أوبيك؟ لا هنلاقي سيكتور دوم أوبات حد يقول لي سيكتور دوم أوبات بتبقى لونها إيه؟ كثرة لونه إيه؟ جريش بيبقى لونها جريش وايت يبقى هنلاقي جريش وايت سيكتور دوم أوبات طيب يا جماعة الإيفك ناحية إيه؟ سنتر والبيز أوف ذا أوبات دي ناحية البريزمي طب هسألكم سؤال سهل يا ترى السيبت اوف ذا انتيريور شامبر اتغير نورمال يا ترى الكبسول اتغير نورمال طالما احنا اما كيور يبقى في ايد الشادو ولا مفيش في ايد الشادو صح عشان في اوبس وفي هنا ايه طب الريد ريفليكس الحته اللي كانت لونها ابيض تبان ايه اسود يعني بصوا ده منظر الكتب شايفين السيكتورز اوف اوبس اللي في الريد الخطوط دي لونها ايه ابيض في الريد ريفليكس يبقى السيكتورز اوف اوباسس ايه بلاك اجينست خلفيه لونها ريد يبقى هنلاقي سيكتورز اوف اوباسس اجينست اريدش باك جراوند الحته الكلير بانت ريد والحته الكاتاراكت بانت بلاك وريد ريد هل لا قدر الله قلت ان الكاتاراكت اللي معاك والجمر قلت ان معاك والجمر يبقى التنشن از نورمال اي سؤال التنشن از نورمال المفروض الام تيور كاتاراكت اللي احنا خلصناه يخش على الماتيور كاتر ساعات يحصل حاجة في النص مش دايما يعني ايه الحاجة اللي في النص ساعات يحصل في النص حاجة اسمها انتيوميسان في كاترك او انتيوميسان في الانت ايه الحاجة دي احنا كلنا عارفين ان في جوه تو انزيمز موجودين جوه العدس واحد اسمه الفا واحد اسمه ايه بيتا بروتيوناتيك انزيمز صح كلام مش كده ساعات الالفا وبيتا بروتيوناتيك انزيمز دول بروتوز السبب يتجننوا يشتغلوا بفظاعة يكسروا لي كميات فظيعة من البروتين يحولوها لكميات اكتر من الايه مين يتكون ده بوليفوسايت يحصل لرابيد بريك داون اوف لينس بروتين فيتكون ايه لارج اماونت اوف بوليفوسايت يا ترى البوليفوسايت الاوزمولات بتاعتها عاليه ولا واطيه عاليه تبتدي البوليفوسايت دي تشفط الى ميه تلاقي اللينس بدات تتملى ووتر فاكيول لما اللينس تقعد تتملى ميه تتملى ميه يحصل ايه حجم اللينس تزيد تبقى صغر بص ده اللينس سوولن كده وتزق مين لقدام الايه اللي قدام كده واللينس تبقى سوولن سوولن اللينس بالميه دي بنسميها انتيوميسنت لينس هسالك سؤال كده انتيوميسنت لينس ذا بروسيس اوف هايدريشن از ديكريز ولا انكريز ولا انكريز عمليه الهايدريشن اوف ذا لينس از انكريز وعلى فكره انكريز فجاه يعني البروسيس اوف هايدريشن اوف ذا لينس سادنلي اكساجريتد الهايدريشن سادنلي اكساجريتد كان لسه اتمرق ميه فكه بما ان الحكايه دي بتحصل بسرعه قوي العيان يشتكي من الجينات دي ولا من نشر اوبشن ازاي اللي فات شكوى العيان هنا مختلفه شويه يشتكي من رابد ديمينيوشن اوف ذا في حاجه خلصتها في الام تيور كاتراكت اللي فات يقول لك طالما الكاتراكت الام تيور طالما لسه يعني كاتراكت هو مات طالما لسه في حته كتير في العدسه العيان ده يا جماعه نظره يبقى كويس يعني ممكن يبقى 6-18 6-9 6-60 6-4-6 يعني بالكثير او اقل حاجة اقل حاجة يقعد يعد صوابع يبقى counting fingers يبقى لو لسه في حتة كتير في اللينس اقل فيجن ما تسمحش اقل منه ولا كده يبقى في حاجة غلط اللي هو الايه counting fingers بس عارفين الفيجن من 6-60 وبعدين سندول علامات وبعدين 5-60-4-6 لحد 61 لو العيان ما شافش صوابعي شاف صوابعي على بعد متر يبقى ايه كان دول كان بيطلع 60 طب ما شافش 60 بعرف بقى ايه شويه بشويه كويس اللي بعد كده بنسميه ايه كاونتنج فينجر طب انا ما عرفش يعد صوابعي كام دول كام دول معلش اقول له طب انت شايفني كده يقول لي ايوه انا شايف ايديك بتتحرك يبقى انا اسمه ايه عند موف قال انا مش شايف ايديك بتتحرك اروح اطلع النور سيرش احطه كده شاف النور ايوه يبقى بي ال ما شافوش يبقى ده اعمى نو بي ال BL يعني perception of light no BL يعني no perception of light عايز اقول لك ايه ان الهاند موفمنت احسن ولا الكاونتنج فينجر كاونتنج فينجر فممنوع من الام تيور كاتراكت تقل عن ايه الام تيور كاونتنج فينجر طب لما اللينس كلها تتملى ميه او لما اللينس كلها تبقى اوبيك غالبا الان يقدر يعد الصوابع يبقى نظره اقل غالبا بيبقى ايه هاند موفمنت ايه رايك الكاتراكت هنا اهو يعمل هاند موفمنت ولا
counting the finger. على حسب ولا ساعات المية تملى الرنس كلها اهي تسيب لي جزئين. لو لسه في جزء ما اتملاش ميه يبقى الفيجن ايه؟ كاونتنج فينجر. طب لو العدسه كلها مليانه ميه يبقى الفيجن ايه؟ هاند موفمنت. يبقى الفيجن يا كاونتنج فينجر يا هاند موفمنت. ساعات بيحصل مشكله كبرى مع هذا العيان ان اللينس تكبر 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 وبتتحشر فين؟ شايف اللينس اتحشرت فين؟ البيوبل تقفلها. يحصل حاجه اسمها بيوبلري بلوك. لو البيوبل اتقفل الاكواس اللي جاي من ورا هيحضرك يتحوش 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 ويحصل جلوكوما شبابها بيوبيلاري بلوك. جلوكوما يعني الاكواس يتحوش فضلت العين يزيد. هذه الجلوكوما سببها تغير في شكل الليل صح كلام؟ فبنسميها ايه بقى؟ بنسميها فاكو مورفيك جلوكوما. جلوكوما ماشي يعني ايه فاكو مورفيك؟ فاكو يعني عدسة ومورفيك يعني مورفولوجي يعني الجلوكوما اللي سببها تشينج في شكل العدسة. الجلوكوما اللي سببها تشينج في المورفولوجي اوف ذا ليز. هنا نوع الجلوكوما ايه؟ هذا اول كتلة مع جلوكوما بقى ركز معايا. اول كتلة مع جلوكوما مين؟ الانجيومينتال. معاك جلوكوما اسمها ايه؟ لازم تحفظ الاسم. فاكو ايه؟ فاكو مورفيك جلوكوما. لو حصل ده العين يبتدي يصبع بقى ويجيله بين وهيدك از ا مانيفستيشن اوف جلوكوما. دي شكوى العيان. تعالى نحصل بقى يلا زي ما احنا متعودين الاوبليك اليمنيشن كان معلومه اربع اللينز الكبسول الانتيو تشامبر الاير شامبر اربع اللينز ايه؟ نورمال سايز ولا سوول اللينز؟ سوول اللينز اند مليانه ايه؟ ووتر فاكيول. لما الكبسول تتشد كده الكبسول دي تبقى رفيعه ولا تخينه؟ رفيعه. لما تتشد تبقى سن تريتشت وتلاقيها بصبر تيجي تنام شويه تلاقيها بصبر فعامله زي حته الصدفه او تلاقيها جلايسنج من الشد. طب سهله بقى الاخبار الانتيريور تشامبر دي ايه؟ شالو مع كلام الانتيريور تشامبر شالو. طب ايه شالو؟ لا لا على حسب ده شاطر على حسب. والله يا رب لو الميه واقفه لحد الحته دي كلير يعني في اوبنسيتي وفي في في ايرس وفي اوبنسيتي في بينهم ايه؟ كلير سبيس ساعتها يبقى في ايرس شالو. طب افرض يا رب الميه ملت اللينس كلها ساعتها مفيش كلير سبيس ساعتها يبقى الاس في اي شالو. اذا الاي شالو لا مش يعني مش مستقيم يعني مش كده او كده لا على حسب. الاي شالو ماي بي بريزنت. امتى يبقى بريزنت؟ لو الميه خدت اللينس كلها ولا لا؟ لا لو لسه في حته هنا ايه؟ كلير مفيش فيها ميه خلاص؟ طيب لو اللينس كلها مليانه ميه توقع الريد ريفليكس كله يبقى ايه؟ اسود. طب لو لسه في حته كلير هتلاقي دي حته في الريد ريفليكس ده ايه؟ احمر. برضه الريد ريفليكس هنا برضه اي يعني نص نص. ليه دي سين؟ لو لسه في حته كلير هتلاقي في حته ايه في الريد ريفليكس؟ حته الكلير لسه تبان حته ايه؟ احمر. يبقى برضه الريد ريفليكس هنا مش مستقيم. فالتنشن اخضر هيعلى ولو سمحت تحفظ اسم الجلوكوما اسمها ايه؟ هاكم مورف الجلوكوما. هسألك سؤال فني شويه. هل اي واحد يحصل له انتيومتال تريس يحصل له فاكو مورف الجلوكوما؟ لا على حسب حجم العين. لازم العين تكون سمول اي. لك لو العين صغيره مش هتستحمل ان اللينس اللي جواها ايه؟ تكبر. لكن ساعات العين تبقى ضخمه. فمهما اللينس كبرت وكبرت وكبرت لسه مين مفتوحه؟ البيوبل. يبقى عشان الموضوع ده يحصل لازم العين اساسا تكون بريدسبوزد اي. يعني ايه بريدسبوزد اي؟ يعني لازم تكون ايه؟ سمول. فما تستحملش ان العين ان اللينس تكبر. تروح قافله مين على طول؟ البيوبل. عايز اقول لك ان مش كل انتيوميتال لينس مع ايه؟ هو مش كومن يبقى معاه بس يعني المفروض ايه على حسب حجم الايه؟ العين. اتفضل. طب ليه ما اصلا كل لينس هتبقى تناسب مع حجم العين بتاعتك؟ ايوه. لا انا يعني اقول لك ايه الخلاصه يعني ساعات بنلاقي عليها انتيوميتال وما عندوش. ده اللي كان وتفسيرنا هو ده. يعني بقى تفسير صعب بس احنا بنلاقي كده ساعات مش كل انتيوميتال تبع ايه؟ اقول لك على حاجه انت خليك في طريق الطلبه اي انتوا ماذا انت معاك جلوكوما اسمها ايه؟ فاكو ايه؟ مر بس في الوقت اللي معاك؟ شكرا. شكرا يا طيب حد يقول لي بقى لما يا جماعة لما
سب كابسولر لينس فايبرز هم كمان يصنعوا كاتر. خلاص دخلنا في ايه بقى؟ اللينس كلها كاتر. دخلنا في ايه؟ الماتيور كاتر. كتير ان ذا ماتيور كاتر ذا لينس از توتالي وين. حد يقول بسرعه بسرعه بينا طالما الكاتر من اللينس كلها يعرف يعد الصوابع يبقى الفيجن ايه؟ هاند موف. هنا وهنا عشان النص يعني لما تيجي مثلا في الامتحان ومعاك حاله انت ما عندكش حاله بس تبطل تقول لهم انت معاك حاله وشخصها ماتيور كاتر. مش هتقول لي ان الفيجن بقى كاونتنج شيك وانت كده غلطان معايا بس ما عرفتش ايه تقلل الحاله. شفت الحاله ماتيور كاتر بيقول لي الفيجن 66 ازاي؟ طالما ماتيور كاتر مش هيعرف يعد الصوابع نظره اقل يبقى ايه؟ هاند بوك. يلا بقى الليمب اخبارها ايه؟ توتالي وين. الكبسول اتغيرت؟ نورمال. الانتيريور شامبر اتغيرت؟ نورمال. مش هيعرف العين الشبه بص العين اهو دي مسافة ما بين الايرس وما بين الاوباسي ولا لازمين في بعض؟ لازمين في بعض. اذا في النوع ايرس شادو ريفز ليك كل اوبي اذا ريفز ليك كله يطلع ايه؟ كله يطلع ايه؟ بلاك. بنسميه ابس انت ريفز ليك او بنسميه بلاك. طبعا عن الماتيور كاتره في اللي قدامكم ده انا قلت اللي يجيبوا لكم يبقى في اتنشن از نورمال. على جنب كده ما هي الكاتره في اللي عندي لكم؟ قلنا واحد النهارده بس كاتره في اللي عندي لكم ان هو مين؟ انت وفي واحد كمان بس في واحد كمان هو اللي جاي بس نقعد الهايبر. احنا قلنا ايه ماتيور؟ ماتيور دي حاجه اسمها هايبر ماتيور كاتر. ده مهم قوي في الدكاتره كتير قوي بتتقال فيه هايبر ماتيور كاتر. ايه اللي بيحصل ده في هايبر ماتيور كاتر؟ يقول لك العيان بيبقى عنده ماتيور كاتر 4 يير اهو. واحد عنده ماتيور كاتر سايب نفسه سنين. ايه اللي بيحصل له العيان ده؟ بيحصل حاجه غريبه لما يجيب نفسه سنين يبتدي يحصل جوه الكونتنت دي جنريشن بتطلع الكلمه deep generation and liquidification of the content. دي الكاتر تتحول لملكي فلويد كده ها. وطالما بقى فلويد زي زي الميه اقدر اطلع بره الفلويد ده يطلع بره. ايه رايكم لما البروتين اللي اتحولت لفلويد تطلع اوتسايد بره يحصل حاجه ملكي تكش دي اللينس تبقى ايه؟ بص كده اللينس حفظها ايه دلوقتي؟ بقت شرانك اللينس. هذه شرانك اللينس اسمها ايه بقى؟ ما هايبر ماتيور كاتر. ايه اللي حصل معاك كلمه اتحصل ايه في الكونتنت؟ ديجنريشن اند ليكويفيكيشن اند موست تو ذا اوتسايد. وبالتالي اللينس از شرانكن لينس. اللينس كشف. يلا قول لي الفيجن. بص ده هايبر ماتيور كاتر عرفت منين؟ اللينس كشف. هو في ايه على السيرفس؟ شايفين الرينكلينج؟ اه ده اللينس كشف. في رينكلينج على السيرفس. لو ده اللينس لما هتكشف هيحصل لها ايه زي ما انا بكتب كده؟ رينجلينج. فاهمة؟ الفيجن يا جماعة يا صاحبي الفيجن مش باينة ايه؟ مش باينة رينجلينج؟ طيب في هنا اهو تعرجات خطوط باينة كده؟ حد مش شايفها؟ حد شايفها طيب؟ اوكي ثانك يو ثانك يو. الناس اللي شايفينها يعني شايفها يا محمد يا حسن ولا لا؟ طب كنت انا محمد شايفها ايش كل الناس شايفها؟ ايه الفيجن اخباره ايه؟ الفيجن ها في اي حته كليم؟ الفيجن ايه؟ هاند موف. تعالى يا حظ بقى روبريك الفيجن كام حاجه؟ اربعه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. زودنا حاجة زودنا حاجة. يلا قولي أخبار اللينس ايه؟ سوالي ولا شرانكن؟ شرانكن لينس اند توتالي اوبيك صح؟ يبقى شرانكن اند توتالي اوبيك. أخبار الكبسول ايه؟ لما الكبسول تكش كده تبقى ثيك اند ثيك اند رينكس. الكبسول تبقى تخينة ومعرجة ثيك اند رينكس. وفي حاجة بقى كمان غير انها ثيك اند رينكس هتفادى انه هيحصل ايه جوه؟ جنريشن وبعدين الليكوديجيشن. لازاي لو حصل ديجنريشن جوه ممكن يحصل ديجنريشن في الكبسول. ده يحصل جوه يحصل الكبسول. تبص تلاقي الكبسول تلاقي عليها نقط كوليسترول ونقط كالسيوم اهو. نقط كوليسترول ونقط كالسيوم عباره عن ايه التو ديجنريشن دول؟ كوليسترول ده انهي ديجنريشن؟ فيلاين والديبوزيشن اوف كالسيوم ده كالسيوم ديجنريشن. ازاي لو حصل ديجنريشن جوه يحصل في الكبسول؟ يبقى في حاجتين هيقعوا على الكبسول. هي نقط ايه ونقط ايه؟ نقط اكبر عباره عن
عبارة عن كوليسترول لبوتاسيوم، نوع زائد عبارة عن كالسيوم لبوتاسيوم. يعني أنا أحرق من الكاترة في ضغط البرنامج ليه يا مصر؟ عشان ايه؟ عشان عليه ايه؟ وين كالسيوم لبوتاسيوم؟ شايف كده؟ يبقى ده ايه؟ هايبر ماتيور كالسيوم. خلصت كلام عن الكبسول. لما قولوا لي بقى لما ننزل كش الايرن يحصل له ايه؟ ينزل كده وينزل كده، يبقى الانتيور تشامبر ده يحصل له ايه؟ ينزل. يبقى الانتيور تشامبر دي الايرس دلوقتي، زمان الايرس سمل على مين؟ على الليفر. دلوقتي الايرس مش لاقي حاجه يسند عليها صح؟ والايرس يا جماعه يقعد يتراك بقى، مش لاقي حاجه تسنده ماشي يا جماعه؟ الايرس يقعد يتراك كده، بنسميه تريمولوس ايرس. تريمولوس يعني بيتراك، او له اسم تاني ايريد ايريدو دونيسس. دونيسس يعني تريمولوس. بصوا بقى خدوها مني كده، اي ايرس بيتراك في المنهج، اي تريبول اوف ايرس المانيو اكيد مين يستندك الايرس اللي خلاص؟ يبقى اكيد مفيش سبورت باي ذا ليز. يلا ايه رايكم بقى؟ دلوقتي في لما كان الكاتراك عامل كده كان في ايرس حلو؟ لا. طب دلوقتي لما اللينس كشف لما رجع السنس هنا ايه تاني؟ كلير سبيس تاني، يبقى الايرس اللي يبقى موجود. حد يقول لي الكلير سبيس ده اللي هنا اهو هيبقى مين اللي مختل له؟ كيوبايت باي ايه؟ يبقى هنا الاير شادو موجود لان بدا يتكون ثاني كلير سبيس، لان اللينس ايه؟ كشف. ان ذس كلير سبيس از اوكيوبايد باي از اوكيوبايد باي ريد ريفلكت. في اي حاجه كلير يبقى ريد ريفلكت يطلع كله اسود. التنشن هيعلى زي ما اقول لك كده، التنشن ايه؟ هيعلى. هيحصل كومبليكيشن والتنشن يعلى. عندك كومبليكيشن اول كومبليكيشن، اتفقنا ان البروتين هتطلع على الاوتسايد صح؟ البروتين ده ايه؟ هتطلع على الاوتسايد، تيجي على الايرس البروتين تعمل انفلاميشن. البروتين ده اوف ذا لما تيجي على الايرس تعمل انفلاميشن في الايرس بنسميها ساكو توكسيك ايرايتس او ساكو توكسيك يو بي اي. يبقى اللينس مثلا لما تطلع بره تيجي على الايرس تعمل ايه؟ ايرايتس. اللينس مثلا لما تطلع هنا ممكن تيجي الماكروفاجز بتاكلها. The lymph matter will be engulfed by macrophages. The macrophages تكبر في الحجم. The macrophages لما تكبر في الحجم تيجي تتحشر هنا تقفل ايه؟ الانجل. صح؟ يبقى تاني ازاي يحصل جلوكوما؟ The proteins will be engulfed by macrophages. The swollen macrophages will be trapped in the angle. اذا يحصل جلوكوما سببها تحلل في الجينيتس، يبقى عمال تتحلل تطلع اللي جوانا. يحصل جلوكوما سببها تحلل في الليل. طب نسميها فاكو طب نسميها فاكو ليتك جلوكوما. لايسز يعني ايه؟ يعني تحلل في الليل. الجلوكوما اللي سببها ان الليل تتحللت. الجلوكوما اللي قلناها من شويه كان اسمها فاكو مورز. الجلوكوما بتاعت دلوقتي اسمها فاكو ليتك. يقول لك ايه بقى الكومبليكيشن اللي بعد كده؟ زي ما الديجنريشن وصل الكبسول، عشان الديجنريشن وصل الكبسول ممكن الديجنريشن يوصل لمين؟ للزنيوز. اما الزنيوز تتقطع، لو الزنيوز تتقطع تحصل ايه في الليل؟ تتلكلك تطلع كبسول. طب لو الزنيوز كلها تقطع تحصل ايه في الليل؟ تتقطع فين؟ تتقطع في الذكرى، نسميها ديس لوكيشن. لو الليل تتلكلكت تطلع كبسول. حالات خالص دسلوكيشن. وهنا سؤال شخصي، ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراك نظره يتحسن شويه يتحسن شويه من غير جراحه؟ ولما يوصل على النظر يتحسن، لان ساعات الليل ايه؟ تقع تخش في الليل الدنيا بقت ايه؟ بقت سلبي. يعني شوف ده سؤال شخصي، ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراك نظره يتحسن وده سري لو حصل له ايه في الكاتراك بتاعه؟ دسلوكيشن. خلاص؟ هنرتب على الجملتين دول العلاج ده هو بنأكله. العلاج هنا انترا كابسولار كاتراكتيف. طب نكتب انترا كابسولار كاتراكتيف طبعا هنشيل العدد يبقى كاتراكت اكستراكشن صح؟ هنا العدسه ده هي يا جماعه مستهلكه هي وزي الزيت تاني. بقول لك هتشيل العدسه هتشيلها كلها بالايه كمان؟ الكبسول. لما بنشيل عدسه حتى بالكبسول بنسميها انترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن. خلاص يبقى نعمل عمليه اسمها ايه؟ هنشيل العدسه من الكبسول يبقى اسمها ايه؟
لما نشيل العبثة المتلكلكة دي تلك السول ما نشيلش الكبسول نسميها ايه بقى؟ انترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن. طب لو شلنا العبثة وسيبنا الكبسول مش وقتها دلوقتي بس ما ايه؟ اكسترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن خلاص. يبقى هنعمل ايه هنا؟ الانترا كابسولر نطلع كابسول. ليه ما عملناش الثانية؟ على ذكر انا عامل لكم مفاجاه. كل الكاتراكت اللي بنتكلم عليه ده الهايبر ماتيور كاتراكت ده نوع اسمه تيبيكال اللي اتكلمنا عليه ده كله اسمه تيبيكال هايبر ماتيور كاتراكت. اكيد يبقى في ايه؟ هتمسك او بنسميه مورجاجنيان كاتراكت اللي هو واحد اسمه مورجان بنسميها ايه؟ مورجاجنيان كاتراكت. ايه اللي بيحصل بقى مع الحاج مورجان؟ زي المثال بصوا كده حصل ايه؟ ركز معايا حصل لكمبليكيشن اوف ذا كونتنت. طب ما هو نفس الكلام بس المره دي ايه؟ المره دي ركز معايا بقى ليه؟ تأسف المره دي الكبسول سك كبسول فلا تسمح بخروج الليكروفايت ده فلازم ايه؟ تفكيش هيحصل للي جوه ليكويد زي اللي فات تحول ايه؟ لليكويد بس الكبسول سك مش هو يتخرج الايه؟ اللي جوه بره فلازم ايه؟ مش هتكش خلاص هو ده المورجان يعني كانت بتقول لي طب ما ده دكتور شرح ده بالظبط مين ده؟ المورجان يا كاترك اتلخبط مع الماتيور كاترك ليه؟ هنا فين توتال يوريك هنا توتال يوريك ثاني ده صورة بس ده ايه؟ سلوت بس الاثنين زي بعض الانتيو شامبر هنا زي ايه؟ ده ما عندوش اي سو ده ما عندوش اي شو ده زي بعض بالظبط ما بينهم. ده بين المورجان يا كاترك والماتيور كاترك البوزيشن اوف ذا نيوكليس النيوكلس هنا موجودة في مكانها لكن النيوكلس هنا موجودة في ايه دلوقتي؟ موجودة جوه ايه؟ جوه فلويد زلطة موجودة جوه كوبايه لبن. ايه طريقة الزلطة؟ تنزل تحت الزلطة يقول لك ايه؟ الفرق الوحيد هو البوزيشن اوف ذا نيوكلس. ذا نيوكلس ويل سينك يعني كده بقى ذا نيوكلس ويل سينك باي ذا جرافيتي انتو ذا لور بارت اوف ذا ليج. يبقى الفرق الوحيد ان النيوكلس هتنزل لتحت. يا سلام بقى لما تشوف سويدا حاجه رائعه اهي. ايه البني اللي تحت دي؟ يبقى ده مش ماتيور كاتر. نعم شايف هنا مين اللي تحت دي؟ شايف؟ مش العدسه لا ايه بس؟ النيوكلس بس النيوكلس نزل لتحت. ده الفرق الوحيد اللي يفرق لي الماتيور من البرجانيا. يبقى ده حاله ايه لما جيت اخر السنه؟ برجانيا كاتر. شوفها كمان؟ باينه؟ لا تقطع البطيخ زي ده تقطع بايه؟ لا ممكن تبان عشان ما تصورهاش هوريها لك كلام صورة النيوكليا كلام صورة دلوقتي مكانها بقى ماشي؟ في الصور المورجانيا انكسرت هقول لكم على حاجة هسألكم سؤال ثاني كده يا ترى الهايبر ماتيور كاترك والماتيور كاترك ليه عيان ما يشوفش من الدبلوم؟ كلها ضلمه طالما الناس كلها ضلمه مش يشوف ايه؟ عشان قلنا عشان يشوف الدبلوبيا لازم يبقى حته كده تقول يعدي من هنا وهنا ينكسر انت فاهمني؟ طب لو الناس كلها مظلمه مفيش ايه؟ مفيش دبلوبيا يبقى هنا كنت لابس نقطه كده في ارضه شبه الهايبر ماتيور كاترك والماتيور كاترك لا يشتكي من دبلوبيا ليه؟ لان اللينز توتالي توتالي بيبر زي اللي جه مهم قوي 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 ومش هشرحه ليه؟ عشان انا شرحته لا ترى ايه؟ انا مش معقولها بقى وقت يعني بصوا الكاترك فيكتوريا هنا مليان ميه هنا توتالي اوبيك هنا اللينس كاشن ما خلاص بقى اشرح تاني ايه؟ طب هقول لكم على حاجه في الاما تور كاترك الانتيو شامبر عامله ازاي هنا الانتيو شامبر عامله ازاي هنا الانتيو شامبر عامله ازاي هنا الانتيو شامبر عامله ازاي في ايه؟ خلاص انا شرحت مش هسمع كلامك. لما انا شرحت يبقى شرحت. غلطت عليك ولا عشان تعمل كده. شرحته. لو انا تريد في السيم وبقيت مش تريد في الوقت. كشف.
دكتور انا اقول لك انا قلت له يا دكتور انا قلت له لا ما تقولش له
يعني العود هو اللي قلت له لا تايم فاكتور اللي جابه تايم فاكتور ايه انا قلت له انا قلت له يعني عشان القضايا اللي وقفت طيب يديني ميلانين محتاجين 10 سنين خلاص الكورتيكال كاتراك عمره ما بيوصل تقريبا 10 سنين بينبض بسرعه وبعد كده اللمس بسرعه لو سبنا لها 10 سنين الكورتيكال هنبقى هايبر ماتور هايبر ماتور في النهايه بايه؟ بيقع يبقى الموضوع ايه يا جماعه؟ تايم فاكر المهم طبعا ده كلام يعني كده خلاص يبقى اول يا جماعه ما تلاقي اي حاجه لونها اصفر في النيوكلاس يبقى ده ايه؟ اول ما تلاقي حاجه لها لون نيوكليوس لا تبقى ايه يبقى ايه نيوكليوس لما الاقي كاترك اصفر يبقى كورتيكال اول ما الاقي كاترك اصفر او بني او اسود يبقى اهو اول ما الاقي كاترك شايفين كاترك السر اهو يبقى ايه يبقى نيوكليوس السر اهو يعني بصوا دي كده على فكره ده كاب سيكشن بالعين اول خط ده الكورني ودي مين اللي ورا دي اللينس يبقى نفسها ما بينهم دي ايه لانتيوس شامبر كاترك لونه اصفر جوه طالما اصفر يبقى ايه كاترك ده ممكن يبقى لونه غامق شويه بني شويه براون يبقى ده براون لو اتفرد خالص يبقى كاتركت ايه؟ كاتركت دي بص العام ده يشتكي من ايه؟ تكتكت خمسه ماسكه الجردل وتت بصوا بقى تبقى يوصل اوبتيشن برضه خطر بيقل برضه ليه؟ مش في اوبتي؟ ايوه حد بقى يقول لي هيجي له مايوبيا ولا هايبرتروبيا؟ مايوبيا ولا هايبرتروبيا؟ هنا بقى ايه؟ مايوبيا يا جماعه الرسمه اللي كانت هنا ناقص اربعه ناقص اربعه دي بلوك كام؟ 24 لما الكاتراك يحصل في هنا بقى ال 24 دي مثلا تبقى بلوك 30 يعني المجموع يزيد يعني قوه العدسه تزيد لما قوه العدسه تزيد ديس الكود مايوبيا المايوبيا دي شباب ملخبطه في الريسبكتيف اندكس بنسميها نسميها ايه؟ اندكس مايوبيا العيان بتاع المايوبيا طبعا لما نخطب نعم انه بيشتكي اكتر من الفرد الفيجن البعيد يبقى ركز كده الفرد ده هنا افكتر اكتر العين اللي فات بقى العين اللي فات طالما هايبر ميتروبيا المشكله العيان اللي عنده هايبر ميتروبيا بيشتكي اكتر من ايه؟ من نير فيجن يبقى العيان رقم واحد عنده الجراتي ولا الموشن اوبزر رقم اثنين عنده اوبستي وبيشوف دبانه دبانه ايه؟ سكس عنده اوبستي فيشوف دبلوميا نفس الكلام اللي فات فاكر الدبلوميا كان نوعها ايه؟ جوني اوكلا هناك من شويه كان نايت بلايند دلوقتي يبقى داي بلايند صح الكلام؟ داي بلايند بالعكس حتى مرات العيال ده بتشتكي تقول لك اخلاقه باظ ده بينام طول النهار ويخرج بالليل ليه؟ لان هو يا عيني بالنهار هو اي حاجه يبقى دي شك على طول هو يا عيني غلبان عنده كاتراك فما بيشوفش بالنهار وبيضطر يخرج ايه؟ بيضطر يخرج يعني راجل عيان غلبان ماشي؟ غلبان عنده للاسف عنده داي بلايند لو العيان ده هو الغلبان ده لو خرج يا عيني بصوا كده لو خرج في النهار ايه اللي هيحصل؟ عنده كاتراك في النص كده في النهار بيحصل ايه في الفيوبل بتاعتك؟ بتضيق صح؟ والضوء يجي يعدي هنا يلاقي ايه؟ يلاقي كاتراك بص بقى لما يخرج بالليل بقى لما يخرج بالليل تلاقي الفيوبل ايه؟ تلاقي الفيوبل وسع والضوء يعدي من هنا ومن هنا زي الفل ماشي اوكي؟ والعيان بقى العبيط ده يجي يشتكي من حاجه لطيفه قوي يقول لك يا دكتور يا دكتور اما يبني ايه يا ابني ايه يا خروف ايه اللي حصل؟ يقول لك ايه؟ انا قلعت نظاره القرايه بس ما عادش محتاجها. ما عادش محتاج نظاره القرايه، بين نظارتي في السن ولا ايه؟ كلنا لما بنكبر يا جماعه نحتاج حاجه اسمها نظاره القرايه لان بيجي لنا حاجه اسمها بريسكولوجيا. لما نكبر وما نعرفش نقرا ده مرض هناخده اسمه بريسكولوجيا ليه؟ لما بنكبر بنفقد القدره على الاكوموديشن، ما عادش نعمل الاكوموديشن. خلاص؟ طيب انت مش عارف تعمل اكوموديشن حاضر انا هعوض لك الموضوع ده يعني انت مش عارف تزود قوه الايه؟ قوه العدسه ليه بزود قوتها؟ ما انا مش عارف اقوم اعمل ايه؟ احط لك هنا عدسه. زي العدسه دي نظاره ايه؟ قرايه. طب ايه رايكم لو جالك نيوكليار كاتراك؟ الكاتراك هيعمل ايه قوه العدسه بتاعتك؟ بيزودها اذا ما عدتش محتاج للايه؟ لنظاره القرايه. يقول لك ايه بقى؟ شوف الجمله اللي انا كنت قلتها لكم في الاول بس هتتخبط. A presbyopic patient may find himself to read again without his reading glasses. A presbyopic patient finds himself to read again without his reading glasses. ما عادش محتاج الريدنج جلاسز ليه؟
العدسه بتاعته قوتها زادت لوحدها من غير نضاره. ليه؟ جاله اندكس ايه؟ اندكس مريض. يبقى العيان بيجي فرحان اقول له مبروك عليك انت قلعت النضاره، مبروك عليا انت جالك ايه؟ ليه؟ ده كتب سبع حاجات عمليه. يلا بقى نفحص العيان. انت بقى تقول الفحص بقى سهل بقى حاجه تافهه قوي بقى. يلا ريكليمنيشن كام حاجه؟ اربع حاجات. سائل اربع حاجات اللم توتال يوبيك ولا فيها اوباك في اليوبيا في النص؟ وقت في النص كام صوره اتغيرت؟ نورمال. الانتيريور سامبر اتغيرت؟ لايف شادو ثلاثة ايام واربع ايام لايف شادو. في اوباك وفي ظل صح؟ وفي قصدي كلير سبيس. يبقى المفروض الايف شادو يبقى ايه؟ بريزنت. امتى يبقى؟ في الكتاركتا نيجرا. هسألكوا سؤال، لو انا حطيت دراعي كده هيكون ظل. طب لو الاوبس لو الصفراء دي سودا الظل اسود على حاجه سودا يبان. اذا لو الكاتركت هنا اسود هيكون عليه ظل، بس انا مش ايه؟ مش هشوفه. خلاص؟ يبقى الريدر فيكس يبقى ابسنت ان اكيد وفي الكاتركتا نيجرا، لان الاسود على اسود مش هيبان. فاهمينها ولا لا؟ ده الريد ريفلكس يبقى ابسنت ان اكيد مش كاتاركتا نيجرا. اهم حاجه عندي فعلا الريد ريفلكس مهم جدا. الريد ريفلكس الريد ريفلكس يبان ايه؟ في ايه في النص؟ ديسك لو اس دومينيت ديسك دي لو اس في النص. شايفين الريد ريفلكس هنا كويس اهو في ديسك اهو ديسك في النص. ده مين بقى؟ الكاتاركتا النيوكليار كاتاركتا. ده مهم قوي عشان بيفرقوا لي من حاجه ثانيه. العيان بتاعنا بقى ممكن يتلخبط مع حاجه ثانيه اسمها فيسيولوجيكال لينسز كليروسيس. احنا قلنا ان العيان لما بينقض ميه كتير بيحصل له بس، لما بينقض ميه عادي فسيولوجيكال ما بيحصلوش بس، بس بينقض حاجه تانية. العيان ده يا جماعه تبص هنا تلاقي في حاجه جري اللي هي الايه؟ الكتر. وهنا برضه ابص الاقي في لون جري. ليه؟ لما بنفقد ميه صحيح ما بيحصلش اوبستي، بس الفايبرز بتبقى ايه؟ تبقى مركزه. لما الفايبرز تبقى مركزه تبقى جامده. صحيح اللون جريش بس ترانسفيرا. ازاي ده؟ انت بتضحك عليه. ازاي ده جريش وازاي ترانسفيرا؟ زي ما اقدرش شمسية. لو انت لابس ميت خلاص صح؟ متأخر شيء. لو انت لابس نظارة شمسية جريش، نظارة شمسية وقعدت على صندوق على انك تشوف دايما 6 على 6 زي الفل، صحيح النظارة غامقة بس ايه؟ صحيح النظارة غامقة بس ايه؟ ترانسفيرا. فده البيوم اللي فيه حاجه جريش وده البيوم اللي فيه حاجه جريش، فالاثنين بيتحطوا مع بعض صح؟ طب تعالى البيوم ازاي؟ الريد ريفليكس. لو عملت الريد ريفليكس هنا هتلاقي الريد ريفليكس كده في حاجه سودا في النص، لكن لو عملت الريد ريفليكس هنا مش هتلاقي اي حاجه سودا فين؟ في النص، لان مفيش ايه؟ مفيش كاتر. يبقى السينايل نيوكليار كاتر لازم افرغه من السينايل نيوكليار سيجنوز صح؟ بس النقطة دي ايه مش عايزها ازاي؟ هتفرقوا بالايه؟ بالريد ريفلكس. انت ولا لا؟ فين؟ ساعات جدا تبص للبيوت بتاعته اوه ماي جاد، ده انت عندك ايه؟ كتر يا دكتور يا جبته في حاجه جوه الجريش، شفت جمهور مش حاجات. ده اللون الجريش ده في الثيولوجيكال لينز ايه؟ الثيولوجيكال صحيح شايف لون جريش في دور كعين جدا، بس مفيش اوباتي. ليه؟ طب هو لا عنده حاجه جريش يا دكتور؟ فقالوا طول حياته بياخد ميه، فاللينس بتاعته بقت ايه؟ بقت مركزه فبقى لونها جامد. بقت اللينس بتاعته زي النظاره الشمسيه، هو بيشوف الدنيا اغبق مننا. ماشي يا جماعه؟ فهي النيوكليس بتاعته بقت لونها جريت بس ستيل ايه؟ ترانسفير. خلاص؟ ففرق ازاي طبعا؟ لو عملت له ريد ريفليكس هيطلع الريد ريفليكس كله ايه؟ كويس. لكن لو عنده كان عنده كاتركت كده هتلاقي في حاجه في الريد ريفليكس ده ايه؟ سود. فهمتها ولا لسه؟ لسه؟ لا يا عم. الامتحان يوم الاربعاء. الامتحان يوم الاربعاء. هنا وعلى فكرة اللي هيغيب يوم الامتحان هيفقد حصة، لان انا هخلي الامتحان كل صغير قوي.
العظيم الرياضة حياته حصة مهمة جدا حصة للجيش هو حر بقى وانا عبدك هارو كيام كنت اول النهاردة او كيام كنت اول الناس اللي ما حفظوا الامتحان عطل وراهم مش سيبوا ايه؟ مرفوش ورانك عمله بقى يا مطلق مالك خلينا في سؤال فيتر سؤال فيتر بص بشوف الدكتور هيعمل فيك ايه بص قول لي يا ابني الميديكال طبعا هو عايز يوقعك قول لي الميديكال تريتمنت كاترك يا ابني مش كاتب بقى عايز كده اوعى تغلط اوعى تنظلم اوعى تسمع كلامه there is no medical مفيش اقرب بقى على الكاتر لازم الحمد لله العلاج ايه طبعا الحمد لله اكل عيشنا يا ابني مفيش لو على ربنا مريض لو في اقرب بقى على الكاتر كده فاضل مفيش عملية مفيش فيكو مفيش عملية ماشي؟ الحمد لله تريد من الإذن مفيش أطرة مفيش عندك في أول أطرة مرض في السوق مفيش أطرة بقى أقول لك أطرة بقى مرض مرض في كل مفيش حاجة خلاص؟ فأنت أنا بتاع بقى أسئلة إمتى نعمل العملية؟ رفت أنا عندي مرة بيك وتعمل العملية إمتى رفت أقول له براحتك دي إلكتف سيركلي مش إرجنت سيركلي براحتك إلكتف سيركلي لما تحس ان انت ما عادش قادر تقوم بوظيفتك وشغلك ما انتش شايف نعملها لك اصل في عيال لما نظر يقول لي يبقى انت تسعى يتقال عليا عم اشتغل تاني طيار لكن في واحد قاعده بالبيت 60 سنه نظرها 66 حلو قوي بتتفرج على التلفزيون بروح حب مش عارف مش محتاجه تاني يعني على حسب الايه؟ احتياجات العيال هذا اول حاجه في واحد يقول لك ايه؟ نعملها لازم لو الكاتب كان معاك من هو لازم نعملها مش هيخير العيال لو معاك الهو مش هيخير العيال لو كوزموتي كان يتضايق العيال في حاجه بيضه في عينيها بص له خالص مش المهم لو الكثره توصل هاند موفمنت معناه انه ايه؟ انه ماتيور شويه وهيبقى هايبر ماتيور وهايبر ماتيور اكتر حاجه بتحصل معاك معاك بتحصل معاك ركود عايز اقول لك ايه؟ لو وصل هاند موفمنت برضه ما تخرجش العيال لازم ايه؟ لازم نعمل يبقى في اربع اراء امتى نعمل عمليه؟ لو مش قادر اقوم بوظيفتي لو معايا جلوكوما لو كوزموتي كان يتضايقني لو وصل لايه؟ لو وصل الهاند موف ايه نوع العمليات انا كنت فكره بس لو انت شلت الكتك كله زي ما انا عملت كده بالكبسول دي بنسميها ايه انترا كابسولار كاتاركت اكستراكشن خلاص انترا كابسولار كاتاركت اكستراكشن في اذا كتك بتعمل حاجه ثانيه احسن بقى حاجه احسن كتك كده يفتح الانديو كبسول يبص بالالات ينظف الكتك يبقى قالوا ايه بعد العمليه يبقى له كبسول باك فاضية خلاص ممكن دي احسن حاجة ممكن يرجع جواه ايه بتاع فاضي الباك فاضي يرجع جواه اي او ال يعني اي او ال انت اوبلر لين انا شلت الكاتراك وسبت الكبسول ده انت فيها اكسترا كبسول كاتراك اكسترا خلاص نكتب كده جنب الانترا كبسول ما عدناش بنستخدمها غير في حالات الهايبر ماتيور كاتراك اللي معانا كومبلكس يعني انا عنده هايبر ماتيور كاتراك واللينس نايمه كده يمكن نوت اوبن الشغله بتاعت الانديو كبسول وتخش تشتغل مش هتعرف تنام ثاني من الشغل بتاع الاكسترا صح يعني لو هايبر ماتيور كاتراك واللينس كومبلكس انت عارف تفتح الكبسول مش تعمل شغل بتاع يبقى مضطر لايه مضطر كده كلها انت كاتراك انت ركبت ما عادش لها اي نوتيفيكيشن تاني ما بتعملهاش غير في الحاله دي بس وبعد كده بتطفاش الهايبر ماتيور كاترك العقم طيب ايه عيوب الانترا كاترك ده هتبقى بشيل العدد ده كله في مشاكل بتقابلني مين يمتلك الفرصه ويطلع لقدام ما عادش لاقي حاجه قدامه البيت بس يبقى نكتب كده التست ادفانتج بتاعت الايه انترا رقم واحد ممكن يحصل فترة كورونا رقم اثنين هل انت جبت كبسول ده فمش هتعرف تزهق العدسه هنا نعم هنزوده نزوده في شويه حاجات زود حاضر الانترا كابسولا ايه عيوبها اولا ايه الانديكيشن الوحيد ده حلو والظل كتير ليه؟ لان انا مش عارف اعمل ايه لسه معروفه ما مش عارف اعمل ده ايه اول ديس ادفانتج انا اول ديس ادفانتج لما اشيل الكبسول خالص مش كده الفيترس الديس ادفانتج بتاع الاندرا الفيترس ممكن يطلع لقدام ساعتها هتلاقيه اسمه ايه كومبليكيشن الاولاني فيترس برولاب
تاني حاجة دلوقتي انا شايف العدد كلها مش هعرف ازرع اي أيوة. لو انا حطيت عدد زي ده هتبقى فين البيت غصب عني احطها قدام يبقى ايه الكي الستيب ادفانس رقم 2 اي كان نوت امبلانت بي سي اي او ال مش عارف احط بي سي يعني بصير الشامبر اي او ال غصب عني احطها فين غصب عني اي سي يعني احطها قدام مش لا بحط اي او ال بس بحطها فين بحطها في الاي سي مش في البي سي I cannot implant بصير شامبر اي او ال ايه المشكلة رقم ثلاثة very large incision فتحة كبيرة جدا دلوقتي يا جماعة انا مطلوب مني اشيل العدسة as it is اشيلها كلها as one man صح عشان اطلع العدسة دي من العين افتح لها فتحة كبيرة جدا يعني بصوا انا قرانية ايه ممكن مش فتح العين بس اروح عني فتحة كده شايفين؟ ورب طبق مين اللي ضاع مين اللي بدأ تطلعها فتح من الساعة 3 للساعة 9 لان انا هطلع العدسة زي ما هي بحجمها الكامل عشان اطلع العدسة بحجمها الكامل بفتح ايه very very large incision يبقى في مشكلة very large incision بعدين من الساعة 3 لحد الساعة كام 9 كل ده زد ادفانتج ايه عكس الثلاثة دول نعم ايه مشكلتك جاي من درجه 9 يعني ده العيان نايم هو 3 بس يعني الاول 3 مفهومه انا ايه يعني ايه لا ساعه يعني ساعه كده ساعه كده انت غير يوصل هذه الدرجه الله يجزاك انا زي دايما بحاول انزل تحت تحت بس مش يعني مش كده حكي ساعة بعدها ايه واحد اثنين ثلاثة تخيل الساعة دي ايه بقول عم تحكي بقى تبقى لازم في الحضانة بقى ساعة بجيب سيرت الساعة ولا تمسح الساعة بعدين معلش نمسح الساعة برضه لا ده الساعة دي تعمل يعني ايه الساعة دي لازم الساعة دي عارف او رقميه تفرق يا اخويا خلاص خلاص طبعا اعكسهم يبقى الادفانتج بتاع الاكسترا كابسولا كاتراكت اكتاك يبقى ايه الحاجات اللي تلافيناها من الاكسترا كابسولا الاكسترا كابسولا بقى انا سبت ايه كابسول سبت الكابسول فمين مش هيعرف يطلع زيت يبقى اقدر اسرع العدسه فين بس مش هفتح فتحة كبيرة انا مش محتاج اشيل العدسة كلها لا هفتح فتحة سمول هفتح فتحة ايه هفتح فتحة سمول هو ايه خدت الادفانتج بتاع دي خدت الادفانتج بتاع دي هل يجب السؤال هو نور هل يجب السؤال يجب السؤال يجب السؤال يجب السؤال يجب السؤال استنى بقى لو هنا مسيول كتر والعين التانية ايه مسيول كتر طبعا هبتدي فيه بالمور ادفانسد اي فيرس ده اول حاجة هبتدي بقى عين الاول بالمور ادفانسد اي فيرس الا لو دي قطع عشان تنفخ طلع القطع عشان تنفخ طلع خلاص خلاص هجيب دي واعمل دي ليه بخلي الانتيوميتا عند الاول خايف من الايه من الجلوكوما لان الجلوكوما بتدمر تضرب على السير بتدمره يبقى هنعمل المور ادفانسد اي فيرست الا لو الليت ادفانسد اي كان فيها انتيوميتا لان لو بقى خايف من الجلوكوما يقول لك طب اتنحت دماغك وتعمل التو ايز مع بعض خطر جدا
يعني لو تفتح عينيه مين تعمل له كاتراك ونفس العمليه بالمره افتح عينيه الشمال واعمل له الكاتراك. وي نيفر اوبريت ذا تو اي ان وان سيتنج ان وان اوبريت. ما ينفعش تعمل هنا وتشتغل هنا. على الاقل ما بين العمليتين ما بين العينتين ما بين العمليتين انا اقدر اعمل مليون عمليه في نفس العين. يعني النهارده هعمل هنا كاتراك وكاتراك في نفس العين. لكن لو فتحت دي هفتح ثاني على الاقل بعدها بعين. بالمعشر العقبه المصيبه ما تحصلش بايلاترا. يعني انت اشتغلت بالات ملوثه العين دي حصل فيها ايه مرتلايتس وهذا. ما تحصلش بالعين الثانيه. يعني واحد جاي يعمل عمليه بوظت له دي ودي حصل فيها انفكشن ودي حصل فيها انفكشن. كلمه صنعتها صح خلاص. كلمه صنعتها تولد بقى ترجع نتا بتاع اطفال خلاص كده انت دمرت. يبقى حصل كومبليكيشن ما يحصلش ايه؟ بايلاترا. ثانك يو.